السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسرعة كده على اس ار سي والفايل نيو فايل كوتلت عشان نعمل الاكزامبل 13. المرة دي بنتكلم على، احنا اتكلمنا اخر مرة على الانت، المرة دي بنتكلم على اللونج اللي هو الاكبر شوية، وده الرينج بتاعه من 2 اس 63 و2 اس 63 بالسالب. طيب هو خد بالك، هو برضه ديفولت زي الانت، بس في حالة ان الرقم اللي محطوط اكبر من الانت فيعرف ان هو لونج اوتوماتيك بالنسبة للكتلة. var ان او وعرفت ان نوعه لونج وقلت بيساوي، انت حاطط رقم كده ايه موجود فيه، الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، الرقم ده اتحط فيه كلونج. طيب لو جيت قلت له برنت لاين وقلنا له يلا نطبع بقى لان او اللي احنا عملناها دي، فقلت له لان او بتساوي واعمل لي دولار ساين وحط لي لان او وكده، المفروض يطبع الرقم ده عادي جدا مفيش مشكله خالص، ران هيطبع لي الرقم. طيب قال لي طبعا الرقم بتاع لان هو ما فيهوش اي مشكله. طيب تعال نقول ايه البرنت لاين الجميله دي، خد منها كوبي وبيست كده، وتعال نقول ان احنا عايزين نعمل الان او دي از لونج ولا ما هياش از لونج. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده مفيش مشكله، هنقول زائد وهنعمل القوسين بتوعنا ونقول ان او از لونج، فهو يرد عليا باه او بلا مفيش مشكله خالص، فمفترض طبعا يرد عليا يقول لي ترو. طبعا ده الاختصار لو انت عايز ايه تبقى عارف الاختصار بتاع الكيبورد عشان لو انت بترن يعني. فقال لي طبعا النتيجه بتاعتي ده ترو، ده عباره عن رقم لونج عادي جدا توتال طيب. عشان انا معرفه لونج اصلا، قلت له فار انذر نمبر، عرفت فاريبل اسمه انذر نمبر واديته من واحد لغايه ايه لغايه 9 اوتوماتيك وسيمي كولون، وقمت واخد الطباعه اللي كنت عاملها على ان او وشغلتها على مين، على انذر ان او، شيل بس ان او نكتب انذر ان او. بفكرة ايه؟ هو هنا اتعرف عليه، هيتعرف عليه ان هو لونج ولا هيتعرف عليه ان هو انت؟ خد بالك لان الانذر لو هو لسه في الرينج بتاع انت هيتعرف عليه ان هو انت، لو خارج الرينج بتاع الانت اكبر يعني هيتعرف عليه ان هو لونج. اولا هو اعترض هنا قال لي ان في عندك مشكله على طول ان دوت نوع انت، ايه اللي هو ايه اللي خلاك تخش على لونج؟ فهو طبعا ايه مش فاهم، لان طبعا احنا عندنا العدد بتاعنا ما عداش الرينج. فقلت له اه صحيح، طب عدي بقى الرينج كده، اديته رقم اكبر بكتير وقلت له يلا ورينا هتعمل ايه، طلع لي برضو ايرور في الرقم دوت. طيب قلت له ماشي، طب تعالى عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لا يبقى هم 10، احنا تقريبا بالواي ام كده بيبقوا اكتر من 10 خانات، فزودنا رقم. انا نفس الفكره، انا عايز اعدي الرقم الايه الانت، رن كده تمام. قال لي ايه؟ قال لي ان الرقم دوت الانذر نمبر از لونج، قال لي ترو ده رقم لونج. قلت له كويس جدا، رغم ان انا مش معرفه ان هو لونج، صحيح ولا ايه؟ انا عملت رقم بس وحطيت رقم كبير جدا، طول ما هو الرقم لسه في الرينج بتاع الانت اعتبره الكتله الانت، اما لما زودت الرقم خالص اعتبره ايه؟ لونج. طب افترضنا انا عايز اعرف لونج بس صغير، احط بس حرف ال كده في الاخر، عملت بار ثيرد نمبر بيساوي 5 وعايز اعتبر ان الخمسه دي تيجي معايا لونج، قمت عامل بس حرف ال ده عشان يفهم ان انا عايز اعتبرها لونج، لان انا حطيت 5 5 دلوقتي انيشاليز، بس انا عارف ان انا هحط فيه ارقام كبيره جدا فعايزك ما تعتبروش انت، يبقى احط حرف الايه؟ حرف ال، لو جينا طبعنا كده الموضوع بتاع الثيرد نمبر دوت هنلاقي ان الثيرد نمبر اعتبره هنا لونج، امتى؟ لما حطيت العلامه بتاعت حرف ال بعد ايه الرقم بتاعنا على طول مباشره، يبقى عرفوا ان هي لونج.